الحكم والعلوي جول 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 جول. هدف فول لمصلحة الزعيم من علامة الجزاء. يتقدم الزعيم ويعمق جراح شعاع الشمس هنا المدرجات في مجمع صلالة الرياضي. ترفرف الآن الرايات الحمراء والبيضاء. السعادة الآن لجماهير الزعيم بالتقدم بأول أهداف في المباراة من علامة الجزاء بعد لمس اليد أو لمس الكرة. طبعا لاحظوا التنفيذ، اللقطة الرائعة جدا، والمدافع وضعها بهذه الطريقة، وضعها بهذه الروعة مسجلا من خلالها أول أهداف في المباراة لمصلحة نادي ظفار. إذا 1-0 لمصلحة ظفار. لا شيء السويق بعد مرور 23 دقيقة وضعها بطريقة مثالية في عمق إلياس ماكيري. إلياس، هذا اللي عنده كل الإحساس. إلياس ولا باس يا جماهير الزعيم، لا باس. النقاط الثلاث الآن ستدون، النقاط الثلاث الآن ستكتب، النقاط الثلاث ربما يكتمل بنيانها بالهدف الثاني من جانب التنزاني الذي وجد الفرصة، وجد المساحة، انفرد بالمرمى وسجل الهدف الثاني. لاحظوا مرة أخرى الكرة البينية، وين المدافعين في اللقطة الماضية؟ كرة جميلة، وإلياس على طول جاب لهم السعادة وجاب لهم الخبر السعيد وأعطاهم الهدف الثاني في توقيت مثالي جدا. كان فيه السويق يسعى للعودة حينما غير مهاجم بمهاجم، أراد أن يهاجم إذا بمهاجم أحمر، إذا بتنزاني قادم من أدغال أفريقيا. لدغهم التنزاني وسجل في مرماهم وربما